بنات سلام، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم اختي خرجت وقضيت شحال من غراض. المهم وجيت للدار، جيت للدار يا اختي، بغيت نبدا نصايف الفطور. قلبت على هذه براق الناشف، قلبت عليها تلقيتها واحد وحده كانت عندي، وليني فائد من هنا وايد من هنا يا اختي، ما عرفش فينا هي، سبحان الله العلي العظيم، وما لقيتهاش. نعاود نقلب تحت الدروج. لا والو يا البنات، عرفتوا ما دا قلبت كايناش، ما عرفتش واش ترسل شي حد ولا. المهم معلانة يا اختي، البارح مشيت بناخد شوية الكالامار، و تيطلع ليا في التيك توك دوك المقيلات ديال الحوت، تشهاوني وانا كناكل الحوت، كناكلو كناكلو غير في الفران. هاد المرة قلت والو، غادي جبت بعدا الزيت هو الاول، قلت غادي ندير مقيله ديال الحوت، ولكن بداك الشيء اللي كندير انايا، يعني عوض الزيت الروميه البلديه، غادي ندير، غادي نستعمل غير داك الشيء اللي كندير انايا. الصراحه الكروفيت ما عرفتوش، المهم الحوت الابيض راه كناكلو، والكروفيت صراحه ما عرفتوش واش خاصني ناكلو ولا ما خاصنيش ناكلو. كانت طلعت لي واحد السيده في تيك توك قالت بانها كتاكلو، يعني مرضى السرطان تياكلو. انا تنطيب بعدا اليوم، نطيب البنات بعدا كي اليوم انا قلب عليه، لحقاش راه ما يمكنش. ولي وليت مريضه، وليت هادشي اللي تيطلعوا ليا ديال الحلاوي، اللحم، برقوق، الدجاج، نير غيشينوني قريبه، غادي نفيد انا كاع ونبقى ندخل حتى شي حاجه يا اختي، والله غيشينوني زعما. سبحان الله العلي العظيم، ملي كتمرضي عاده كيزيدو يبداو يحطوا ليك بالعالي. كنضحك معاكم البنات. المهم هنايا عندي شويه ديال الحوت، هذا ديال الفرخ داك الكبير، ما فيه لا عظم لا والو، داك يدار قطبع. وهنا شويه ديال الكروفيت، غير تبارك الله راه نفطر بهاد المقيله ونتعشى بها حيت انا ما كنصحش. ندير شويه ديال الملح، هنايا الكمون، كيف ما قلت لكم انا راه ندير غير يعني العطريه اللي غنطيب، اللي كنطيب بها طبيعه الحال. بزاركم عارفين البنات ما كنديروش. هنا يا خرقوم، هذا راه خرقوم بلدي، راه وريت لكم داك المره الفرق ما بين الغا، تطلع الريحه مع كثره ما كنشربو، الفرق ما بين الخرقوم البلدي والخرقوم الرومي. وهذا سكين جبير، غادي ندير شويه القزبر المعجنوس، نزيد واحد شويه مزيان، عرفتو غادي نخلطوك ها مزيان البنات. ما غندير لا حامض لا والو، حيت انا ما كنديرش الحامض، غادي انا عارفه غيقولوا لي شي بنات لا صباح راه مزيان الحامض. لا البنات، انا متبعه واحد استراتيجيه كيفيه تحويل الجسم من حمضي للقلوي. المهم تنديرو ونشرح لكم، غادي ندير دابا هادشي كيتشحر مزيان، عاد غادي نحك مطيشه، مطيشه طبيعيه فقط طبيعه الحال. راكم عارفين ممنوع مطيشه ديال الحك، ممنوع المعلبات، ممنوع بزاف ديال الحوايج، يعني داكشي دائما طبيعي، ونسال الله الشفاء والعافيه لي ولجميع المسلمين يا رب العالمين. المهم البنات غندير هادشي يتشحر. البنات درت اختي المقيله، شوفوا كنت وريت لكم، كنت وريت لكم هذيك ديك الوراق ديال البسطيله فاش كيشيطوا لكم اشنو ممكن ديروا بهم
اشنو اللي ممكن انكم ديروا بيهم يعني مملحات كيجيو بحجم عائلي واعرين بزاف. انا دابا ها هي عندي رابعه ديال الورقه ديال البسطيله. صراحه ماشي شاطت ليا، انا جدتها وخليتها ما خدمتش بيها. المهم فاش كنخرج كنتقدى وكنجيبها، الا ما درتش بها بريوات ولا شي حاجه يعني راه عارفه غادي نستخدمها، يعني ما غاديش تبقى تخسر ليا. شديتها قطعتها بحال ما هكا، غادي نقادها هنايا سمول. هاد المره غادي ندير واحد الطريقه مختلفه. هاد المره غادي ندير غير بالخضره، ندير مملحه غير بالخضيره فقط. انا قلت لكم راه بناتي واخا هكاك راه ما عندهمش مع الماكله بزاف مجمعه. ايوا نشدو يا اختي. نسقيوها مزيان بحال الشكل فاش كنديروا الكنافة. فاش غادي ندير لها هادي، غادي نحطها غادي ندخلها للفران، غتحمر ليا من الفوق هو الاول، حيت غادي ندير الخضره طايب كلشي طايب. ديك المره فاش درتها معكم دخلتها كامله حيت كنت درت فيها البيض. دابا هاد المره هادي غادي ندير غير الخضره طايبه مقاده معوضه. دابا غادي نحطها على جنب، غادي نشعل الفران وغادي ندخلها غادي غير تحمر ليا من الفوق، وغيبقى ليا لتحت حتى ندير الخضره وندير الفرماج وندخل. دابا غادي نشد خضيره. بالنسبه للخضيره شوفوا انا شنو عندي، عندي خيزويا يعني راه قديمه، عندي سميتو بصيله، وعندي قريعه. هادو هما ثلاثه ديال العناصر اللي عندي. نتوما اي حاجه عندكم بغيتو تستعملوها استعملوها، سمعتوني البنات. المهم انا هادو هما ثلاثه الحوايج اللي غادي نستعمل، غادي نقشرهم غادي نقطعهم رقاق ونكمل معاكم اولا نحكم. عرفتوا الريحه ديال الزعتر؟ يا سلام. المهم يا خويتي شي ديك الخطيره يعني نمسحوا بعدا كي هاد الشيء اللي هنا. هيا الخضيره شحرتها مع شويه ديال الزيت مليحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، ثومه بودغ، وشويه ديال الزعتر في الاخير. شو راه الريحه يا سلام. وفي الاخير هذا النص هذا كان بقى ليا، اي نوع ديال الجبن بالاعشاب كديرو كيجيب لنا واحد التعليكه زوين. عليها انا هذا كندير. شوف هادو راه تعمروا بهم هاد الحشوه، هادي تعمروا بهم الخبز ديال الكاروس، ديروا بهم بحال الشاورما. المهم ديروهم في بريوات شوف كيجيو واعرين. شوفوا سبحان الله العظيم هاد النوع ديال الجبن كنت كنجيبو البنات ما كيبغيوش كيبغيوش ياكلو. يا ماما جدي لنا هذا وحنايا ما بغيناش تناكلو بوحدي. دابا ولا العكس، وليت كنجيبو كنصايبو ليهم هومايا، وانا بطبيعه الحال ممنوع عليا ما ناكلش. ايوا الساعات ولا. المهم هادي هي الحشوه، انا غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج غادي نحكو باش غادي نديرو من الفوق، حيت ضروري خصنا ديك التعليكه ديال الفرماج فاع شويه ماشي بزاف. هادي حكيت فيها خيزو وبقات
دابا درت واحد البيتزا تاع هي غنقضيو بيها البنات الفطور. تما هي كتاكل بيتزا حتى الصراحه هادي فاش درتها داك النهار عجبات الوالده. المهم تندير على المشروب ديالي تنوجدو ونخليه ندوزو. دابا البنات ها هو هاديك الوريقة ديالنا تمرات مزيان وتكرملات شتوها. ايوا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هي البنات نشدو هاد السخونة. الفران خليته شاعل باش نرجعها بصرا ميمكنش شحال كتجي لذيدة. المهم عما تتاكلش الدجاج داك النهار بقات كتنقي في الدجاج تتاكل في الخضرة عجبتها دابا غتعجبها مزيان. نادا خلاص كيعجبها الورقة ديال البسطيلة كتكون محمرة حتى فاش كنكون دايرة البسطيلة هكا ديال الحوت ولا كتبقى تقول لينا عفاكم عطيونا الورقة ديالكم. المهم هادي غادي تبرعوا فيها اليوم البنات رمضان بالسلامة غادي تنجري. ايوا اختي غادي نشدو دابا الفرماج البنات الفرماج الاحمر غادي نديروه من الفوق صافي حيت كيف ما قلت لكم كلشي محمر طايب. غادي ندخلوه غير هنايا هاد الشيء غادي يطيب وغادي يتعلق. فرماج عزيز علي من فرماج البنات. صافي غادي ندخل دابا البنات الفران غادي يتحمر بلا ويدوب داك الفرماج. يلا البنات الوالده كانت خارجه وجات كنصور نكمل امي الفيديو. مالك؟ نكمل امي الفيديو الله يرضي عليك. ما خرجت هادي من الفران ها انتوما هاتوما البنات هي خرجتها من الفران باقا سخونة غادي نحطها دابا حيت قريب الفطور يوجد. المهم شليضة كيف ما العادة هاهي هنايا باقي ليا بغيت نحك شوية الباربة نحك الباربة باش نديرها فوق الشلاضة حفلة ونعمر أتاي مي ندير لك قهوة ولا أتاي كم فاطمة قاعدة تسمع. نكمل الباربة نحطها هكا فوق شليضة حطيها واخا بغيتي نجيبوها لي حلوة على زيدها بالنوع قطعة ما كنا خاطرين قبل قالت لي وانا حطيت لي حدا القيصاريه باش نشري شي حاجه هاك كنت حطيتها. المهم انا نحط هاد الشيء انا نحط هاد الشيء ورا داك الشيء اللي تنجيب لك انا. امي عاد الدور دورة البنات وتدير التليفون يتشارج عمره ما صولا ها راه عرفت قلت لك عمره ما صولا فين ما ندور لقيت دايره تيتشارج ها حيديه لي شي نهار نجلسو يتقطع الخيط ولا شي حاجه. انا ما عرفتش هذا دابا حلال ليك هاك الماء هز الماء هز الماء. انا دابا هذا ما عرفتو فطور ما عرفتو عشاء ما عرفتو سحور
المهم حطيت لهم قبيله طول وهزي امي الماء امي مي مي هزي الماء هو يبا قبيله اختي شديتي الكاشوش بوجن ديتها قبيله يما هزي الماء عدا وهز هزي الماء ثاني غدا انا غنضرب هزي الماء هزي قرع لي الماء هزي غدا ايوا انا غادي نقعد جيب البيض ديال الكاش قالتي داوية طلع عندي راهي تتهضر قبيله وانت تغمز فيها تقول لها تجبدي لي تاني علبلة والله الا شتي هي تتهضر قبيله وانا تنقول لها غتجبدي لي علبلة خالتي دامية خالتك دامية تجبدك علبلة غتجبدي غالي في وجه امك ماشي غالي ولكن انا عارفاك انت دابا قبيله نقلب هذه ديالك واش نبدا قبيله نعقل زوينه ولا أرى واش قبيله نقلب العلب أرى واش شتها قبيله وريتيها ليا قلبتيها بدا وشتيها مي راني واشتها راه عدي بحال انا في الكحل وفي البيض عدي بحالهم في الكحل وفي البيض وما خلقتيش امك ولا نفس ديال الدريات ماشي قدك كتلبس على كاشو واللي عدي انا مرا ديال الدريات امي وا ليله خليني دابا ناكل لا كون صحتك وراحتك ما فاطره ما والو راه 11 دابا هذه ديال الليل كون امي انت يلا خليني صحتك وراحتك شو البنات انا راه سخنت راه ماكليتش قبيله تاكلي شويه الحوت اللي جد لا امي انت امي مابقاش تحملو داك النهار قالت لي طايبين يا الحوت وراحتك درتو ما بقاتش بغات تاكلو هادي الشليطه البنات اللي كدرت قبيله انا راه ما بقيتش لي سوايعو و شربتها في الصباح ما تقربيش ليها الصباح حق نكون ولا واش راه اسكا خليها راه بغيتها انا طريه الله يرحم لك الوالده متقربي لها يلا قط العينيك ونعسي صليتي صليت الله يتقبل شطرت انا الوقيت شوف شحال حد منه ديال الزبل واخ المهم انكم دابا بسم الله تخرجي عندك احسن حاجه ديريها نعسي البنات انا راه واخا كيودن كودنا الاذان ديال المغرب ما كنفطرش ديك الساعه شوفي تحت الوساده ما كنفطرش ديك الساعه البنات يعني كنبقى كنجلس كنشرب غير الماء شوفي تحت الوساده كما درتي تحت الوساده كنشرب غير الماء صافي كنبقى جالسه معاهم كنوض كنعقب نصلي وداك الشيء وتنعقب يعني لا عندي شي شقيه نديرها ولا حتى دابا هاد الوقيته كنحاول انني حتى ديال لاباري ديال الطونسيون عبر الطونسيون كنحاول انني يعني ناخر الوقيته ديال ديال الفطور لحقاش الصيام راه مهم ومهم بزاف الصيام مهم مرضى السرطان يعني الا قدرتوا انكم تعطلوا الفطور وديك حنا راكم عارفين في المغرب كيصوم تقريبا 14 ساعه ونص 14 ساعه ونص تقريبا المهم الا قدرتوا تعطلوا ديك 18 ساعه 20 ساعه راه مزيانه انا غادي